التربية ووزارة الدفاع. بعد أسابيع من الجدل بين مختلف القوى السياسية، أكملت اللجنة المالية اللمسات الأخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قانون يعالج الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، عزم واضح من أغلب نواب البرلمان لتمريره قبل نهاية الفصل التشريعي الأول. أنه العراق الآن مقبل على مرحلة خطرة في وضع الطارئ اللي هو ارتفاع الأسعار الأغذية، وكذلك الديون للمستحقات الجانب الإيراني بخصوص الكهرباء. لذلك احنا إن شاء الله الكل متفقين في اللجنة المالية على أنه نمرر هذا القانون لما فيه خدمة لجميع أبناء الشعب العراقي. سيوفر القانون سيولة للوزارات والمحافظات تقدر ب 25 تريليون دينار، فضلا عن تضمين المحاضرين والإداريين والإجور اليومية والعقود، وسط مشاركات بناءة من جميع اللجان النيابية لإنضاج القانون بعنوان إبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء، لا سيما مع دخول موسم الصيف اللاهب في البلاد. وعدم التمرير سيؤدي إلى مشكلات عدة. وزارة التجارة وبالخصوص الناس المعنيين في البطاقة التموينية نفذت عندهم التخصيصات الواحد على 12 متك في نهائيا خلصوا تقريبا أربع وجبات، يعني الشهر الجاي معناها إذا ماكو هذا القانون ماكو كمية. وتخصيصات وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء طالبة 5 تريليون و300، وغالبية هذه المبالغ هي لتسديد ديون الغاز الإيراني. عرقلة القانون الطارئ يضعه نواب ضمن العداء السياسي، لكن في ظل إصرار تحالف إنقاذ الوطن على تمريره سيمضي بما يخدم العراقيين ويتناسب مع الصالح العام للبلاد، في ظل غياب الموازنة التي قد يطول التصويت عليها بسبب عدم تشكيل الحكومة حتى الآن. من مقر البرلمان ببغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.